نص السؤال كان اكتب برنامج لإدخال رقمين وطباعة إذا ما كان الرقم الأول أكبر من الرقم الثاني أو أصغر أو يساوي. عندي ثلاث حالات، مطلوب مني رقمين، بدخل الرقم الأول ممكن أسميه X و Y integer أو عفواً نم واحد ونم اثنين أو N واحد وN اثنين. فممكن أسمي الـ X هنا وهنا باخد الـ Y الآن ببدأ بحط الشروط تبعتي. إذا كان الـ X أكبر من الـ Y ساعتها بطبع إنه X is bigger than Y. H عادي حشرح لك اياه، عادي حشرحها، استنى. حكيت انا عندي كم حالة؟ ثلاثة. فبالتالي انا عندي F ELF ELSE. لو عندي حالتين بقول if else، يعني بقول لك هنا اكبر او اصغر او يساوي. عدت لك ثلاث حالات، ما دام ثلاث حالات if if else. لو قلت لك حالتين اذا كان كذا او كذا ساعتها بتحط if و else بس، تمام؟ فما دام انا عندي ثلاث حالات فبنحط هنا if. هذه الحاله الاولى انه اكبر منه، الحاله الثانيه يكون اصغر من الواي، ساعتها بحط نفس الجملة ولكن بحط انه الحالة الثالثة الغير هدول في منكم بحطه الف اكس بتساوي واي، وهنا نطبع انه الاكس is equal to واي. كود هيك صح؟ غلط. صح. طلع الناتج. فبتقول هنا أكبر وهنا أصغر وهنا يساوي. لكن إيش داعي إنه أنت تفحصها؟ يعني أنت بتقول باختصار إيش معنى إلس؟ غير اللي فوق. لا أكبر ولا أصغر. إذا ما كانش أكبر ولا أصغر إيش بيكون؟ بيساوي. فبالتالي انت تخيل هيك الكود زي هيك ولا زي هيك؟ هذا من وجهة نظرك انت، تمام؟ لكن هيك ابسط. لا مش هيك. هيك ابسط. نعم. انت بتاخذ برمجه صح؟ انت بتيجي بتقول خلص هذا كلام معروف، انت بتيجي بتقول انا والله معي برمجه الوسائط واحد. ايش عليك محاضره؟ علي محاضره برمجه بس. وانت فكر في لغه البرمجه زي اللغه اللي انت بتحكيها بالضبط، انه انت احنا بنحب انه احنا نختصر. حكيت لو انت حطيت الف X بتساوي Y صح، ولكن انت بتكون بتعذب نفسك بس لا اكثر ولا اقل. هاي كل ما في القصة. الكود شغال بيكون، ولكن انه انت بتحاول انه انت تعقد الامور على نفسك. ليش؟ مش عارف، تمام؟ فبالتالي هنا else باختصار انه غير الحالات المغايرة اللي فوق اللي هي غير الاكبر وغير الاصغر ايش ضل؟ يساوي، تمام؟ ساعتها بطبع انه x equal to 1. بضل انه احنا نجرب هاي 3 4 او 5. هنا بطبع لي انه x
is smaller than y. 3 أصغر من 5. جرب العكس. 5 و 1. هنا ال x is bigger than y. جرب إنه الاثنين بيساووا نفس الإشي. 0 و 0 بيساووا 1. هاجد انت عشان تفهم انا كيف بصحح في الموديل باجي بدخل لك شغلات زي هيك. ناقص 3 وناقص 7 ايش المفروض يطلع؟ مش جمع يا استاذ، مش جمع. صح 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 صح. x is bigger than y. والله طلعت لي الرسالة هذه. جوابك صح. تمام؟ أما إذا أنت كنت عامل في الكود، الله أعلم أنت إيش كاتب كود، تمام؟ وإنه يطلع لك إنه لا، أنت بتشوف الثلاثة والسبعة، إنه السبعة يفترض إنه هي تطلع لك أكبر، وتيجي تقول أنا متأكد من الحل تبعي، وأنا جربته على البي شارب. لا، بدك تصحصح. تمام؟ واضح يا شباب؟